حكايه فن الحياه في حلقه اخرى من الحلقات ديال المطبخ. اليوم ان شاء الله باذن الله غادي نهضروا على المساله ديال الطبخ. والمساله ديال الطبخ هي مساله اساسيه. علاش؟ لان للاسف ان المغاربه ما كان معروف عليهم طباخين، وطباخين بواحد الكفاءه اللي هي عاليه جدا، الا اننا ولينا كنشوفوا في الاونه الاخيره بعض الامور اللي لا ترقى الى مستوى الثقافه الغذائيه المغربيه. فكخلاصه ديال هذه الحلقه، اي شخص ما يكونش المعيار الاول ديالو في الطبخ هو الصحه، فبالنسبه لي انايا كان ذكر ولا كان انثى ولا كان برنامج في جميع في اي منبر، الا ما تمش اعتبار المساله ديال الصحه هي المساله الاولى وهو المعيار الاول في هاد المساله هذه، فبالنسبه لي انايا هو فقط ضيع للمال وضيع للوقت وضيع للصحه وضيع بزاف ديال الامور. فصراحة والناس لما كتبعونا كتلقاو بلي احنا ما كنعطيوش بزاف ديال المسائل خاصه فيما يتعلق بالطبخ، يعني كيفاش طيب هذه. مع العلم اننا ملي كنكونوا خارج المغرب فكنتم التطرق لهذه المساله، لكن لما كنكونوا في المغرب انا زعما صراحه استحي انني نوري للمغربيات كيفاش يطيبوا. يعني صراحه ما كنقدرش نوري للمغربيات كيفاش يطيبوا. السبب بسيط جدا، هو ان اي مغربيه كتعرف تطيب واي مغربي كيعرف يطيب. ولما كنشوفوا الصوره ديال المغرب للطبخ ديالو هادو يعني كلنا كنعرفوها، ان السائح لما كيجي للمغرب اول ما كيسول هو انه شنو غياكل في هذا المغرب. لما انت تجيب السائح للمغرب وتعطيه اشياء اللي كان كياكلها هوايا، فبالنسبه لي انا هذه صوره سيئه على 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 الثقافه المغربيه. فالثقافه الغذائيه المغربيه هي ثقافه اللي معروفه عالميا واللي العالم كله كيعرفها وكيشهد بها، حتى ان كاين النوع ديال الطبخ في العالم سميتو الطبخ على الطريقه المغربيه. لما نجيو ويجيو ناس يعني اللي كيمثلوا المغرب وبرامج في المغرب ونعطيو بعض الاشياء اللي لا تموت بصله لهذا الطبخ المغربي، فبالنسبه لي انا هذه إهانة للطبخ المغربي. ولما كنجيو مثلا في واحد البرنامج يعني عنده علاقة بالمغرب ولقاو ناس كيطيبوا لنا شي أشياء، دخلت عليكم بالله واش نجيو عند المغاربة ونديروا لهم طبصيل ونحطوا لهم هادي ونقولوا هاد الأشياء هادية ونقولوا للمغاربة راه حنا غادي نطيبوا لكم. فكاين جزء ثاني ان شاء الله في هذه الحلقه، جزء ثاني اللي غادي نهضروا عليه ان شاء الله على الجانب العلمي، غادي نهضروا على لي زاك خيلاميد، الناس اللي كيطيبوا خصكم تكون عندكم درايه بلي زاك خيلاميد، خصكم تكونوا عارفين لي زاجي او، خصكم تعرفوا لي بولي امين. كاين بعض المواد اللي غنهضروا عليها ان شاء الله في الجزء الثاني ديال هاد الحلقه هذه. فالحلقه هذه اللي بغيت نقول المغربيات والمغاربه، الشتاء ان شاء الله كتعول، فامطار الخير قادمه ان شاء الله باذن الله، نتمنى ان شاء الله تكون خير علينا. فالجو لاحظتوا ان الجو بارد وامطار الخير ان شاء الله في الطريق. فقلت الطبخ المغربي هو طبخ عنده يعني طبخ عريق وطبخ عنده تاريخ. باش نجيو حنا ونسئلوا بهذه الطريقه هذه كنلقاو الوجبات فقدت الهويه ديالها، كل واحد كيفاش كيجتهد على هواه. كنا كنديروا معلقه ديال السكر، معلقه ديال الزيت، معلقه ديال الطحين، ولينا كنديروا زلافه ديال السكر، زلافه ديال الزيت، وزلافه ديال الطحين. فبالنسبه لي انا هذا، وغادي نهضروا على هذه المسائل علميا من اجل اننا نبينوا هذه الاشياء اللي ماشي غير شد التليفون وقول السلام عليكم واليوم غادي نحضروا الكيكه وغدا نحضروا اشياء المقليه وبعض الامور وبعض الاشياء هذه. فصراحه انا ماشي من طبيعي وماشي من طبيعي وماشي من اخلاقي نضرب في الاشخاص، ولكن اللي في اخلاقنا احنا المغاربه. فقلت انا ماشي من طبيعي وماشي من اخلاقي انني نهضر على الاشخاص، كل واحد الله يعاونه. بالحق ملي كنوريو كنمسوا بالثقافه الغذائيه المغربيه، فبالنسبه لي يجب اننا ندخلوا ونهضروا في هذه النقطه هذه. فالناس اللي كيشدوا هذه القنوات والناس اللي كيشدوا القنوات اليوتيوب ولا لبعض البرامج، الله يعاونكم، اللي كيبيع ويشري دبر راسو بينو بين اللي خلقوا. خصكم تعرفوا بالله سبحانه وتعالى كيقول
وما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. مي غتولي لواحد المره كيفاش تصاوب الكيكه، وهذيك الكيكه اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا غتكون سبب في انها تبان الجلاله عند الناس الكبار، السكري عند الدراري الصغار، الشيب عند البنات صغار، البنات صغار ولا عندكم الشيب. علاش؟ لانكم كتاكلوا بطاطا مقليه، كتاكلوا الكيكه، كتاكلوا الاشياء محمره، كتاكلوا الدجاج محمر، كتاكلوا الحوت مقلي، وهذا الشيء هذا كيعطي جذور حره، كينقص لكم واحد الانزيم سميتو الكاتالاز، والكاتالاز هو اللي كي ما كيخليش البيروكسيد اوكسجين يعني H2O2 انه يهاجم الميلانوسيت، وكيبان عندكم الشيب، لان انزيم الكاتالاز هو الذي يحمي الشعره من هاد الجذور الحره اللي هي كنسميو حنا H2O2. الوغ حنا ملي كيوليو هاد المواد هادية وهاد الطبخ ديالكم، يعني اغلب الناس الا شفتوا راسكم الطبخ هاد بان عندكم الشيب، خصكم تعرفوا تشوفوا تراجعوا الاكل ديالكم، الشيب راه كيبان حتى لواحد السن متقدم. هذا يعني اننا سرعنا الحياه ديالنا وسرعنا لو ميتابوليزم ديالنا، وناقص عندكم الكاتالاز. واي واحد عنده ناقص الكاتالاز، اي واحد عنده ناقص الكاتالاز الا وغادي يبان عنده الشيب والكاتالاز. هادشي نهضروا عليه ان شاء الله في الجانب العلمي. قلت انا نعطي واحد الصوره مشرفه للطبخ المغربي، وحافظوا على الطبخ المغربي. اللي كنشوف انايا يمكن نعطيو شيء زوين، يعني تقدم واحد الحاجه جديده، وهذه المساله خصكم تعرفوها. ممكن ناكلو حاجه بنينه وصحيه، غير هو شنو الفرق بين حاجه بنينه وماشي صحيه وحاجه بنينه وصحيه؟ هذيك حاجه اللي بنينه وصحيه فيها اجتهاد، والاجتهاد يعني قلما بعض الناس اللي كيجتهدوا، فاحنا يجب اننا نجتهدوا. انا اليوم اجتهد هذا، دي واحد الانيه اللي كنديروا فيها الخبز، كنزرعوا بها الزرع وكنديروا فيها الخبز، سميتو قراب. الوغ هذا غنجيب لكم واحد الحاجه زوينه اللي ديال هذا، هي هذا الخبز. هذه الخبز بالقمح البلدي المغربي الصلب. الجميل انه كاين القمح المغربي الصلب، هو هذا. شتي اللون ديال الخبز كيفاش كيكون بالخميره البلديه، وشوف قداش كتكون. هذه الخبز بالخميره البلديه، هاي الطبخ المغربي. إلا بغيتو تجتهدوا، اجتهدوا في الأمور اللي بغى يجتهد، يجتهد في الأمور اللي هي الأمور اللي غتخدم الصحة ديالنا، ماشي الأمور اللي غدير لنا الصحة ديالنا. للأسف وليتو كتشريو المرض بيدكم. نعم، كنشريو المرض بيدنا للأسف. وكاين اللي كيطبخ وكاين اللي كيدبز، سمحوا لي على هذا المصطلح هذا. فكفانا من الدبيز، والطبخ هو فن، والطبخ هو علم. مي كانوا الناس كيدرسوا علم المقامات، وكيقولوا الناس دابا الزمن الجميل، الزمن الجميل كيف التغذيه قبل ما يكون، لان هذاك اللي غيعزف واللي غيخرج المقامات ويعزف على اي نوطه ويخرج اي مقام، النهاوند ولا الصبا ولا الرصد ولا الحجاز ولا اي مقام، فإلا ما كانش منغم في كرشو ما غينغمش دماغه، ما غيخرجش هذيك النوطه وما غيخرجش هذاك المقام، ويبقى يدير لي فوس نوت. للاسف بقينا نديرو ليه فوس نوت في الطبخ ديالنا. ردوا البال. نداء للناس اللي كيطبخوا في الدار ديالكم، المختبر ديالكم الكوزينه، اجتهدوا فيه. هذوك اللي كيديروا القنوات واللي كيعطيو بعض الاشياء، الحاجه اللي ما متاكدينش منها ما تقولوهاش، وما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. ردوا بالكم هذه المسائل هذيا، حنا بغينا لكم غير الخير، بغينا هذا الطبخ يكون طبخ جيد. بقى ان شاء الله الحلقه الثانيه والجزء الثاني اللي غيكون بشكل مفصل على الطبخ والمسائل العلميه اللي بغيتكم تعرفوها ان شاء الله باذن الله. فالى الملتقى، كنتم في الحياه وكنتم في اكاديميه فن الحياه. حاولت نسرع لان الشتاء جاي الله يرحمنا. كنتم في اكاديميه فن الحياه، وما تنساوش اكاديميه فن الحياه عالم قديم لنا لكم.